بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده ان شاء الله هناخد سيشن جديده، هناخد فيها تو ليسنز مع بعض، وان شاء الله بنكون كده نهينا اليونت 4. تمام، هناخد النهارده اول ليسن معانا اسمه something is missing، والتاني اسمه odd shapes. احنا ان شاء الله هنبدا بالليسن الاولاني ونفهمه كل حاجه عنه، وفي نفس الليسن او في نفس السيشن ان شاء الله هناخد برضو مين الليسن التاني. اول حاجه ركز معايا كده، انا كنت واخد البارامتر للريكتانجل بكام؟ ايكوال كام القانون بتاعه؟ قال لي والله ده عباره عن اللينس بلس الويتس اول ملتبلاي مين؟ قال لي اول ملتبلاي 2. يعني بعمل ايه؟ قال لي والله يكون يعني كنت بجمع اللينس والويتس وبعد كده الناتج اطلعه في مين؟ اقول له الناتج اضربه في 2. يعني مثلا يا سيدي لو كان عندي مديني اللينس ايكوال 7 والويتس ايكوال 5 كنت هعمل ايه؟ قال لي والله عشان اجيب البريمتر ساعتها كنت اقول البريمتر ايكوال اللينس بلس الويتس، يبقى ادي هنا مين؟ قال اللينس اللي هو 7 بلس الويتس قال لي 5 اول ملتبلاي 2، يعني بعد ما اجيبهم هما الاثنين اقول لهم ايه؟ ملتبلاي 2. فانا ساعتها كنت بعمل ايه؟ قال لي كنت بخلص مين؟ القوس الاول، بقول له 7 بلس 5 ايكوال كام؟ قال لي والله ايكوال 12، يبقى دي عباره عن 12 ملتبلاي مين؟ قال لي ملتبلاي 2 منساهاش. يبقى انا اول حاجه بجيبها ايه؟ كنت بجيب بجمع الطول والعرض، بجمع اللينس والويتس وبعد كده اضربهم في كام؟ في 2. فساعتها اقول له والله بقى 12 ملتبلاي 2 ايكوال كام؟ قال لي والله 24 ايه؟ قال لي سنتيمتر او متر على حسب ما هو مديني في المثال. دلوقتي انا كان مين اللي بيبقى مديهولي؟ قال لي والله كان بيبقى مديني دلوقتي اللينس والويتس وعاوز البريمتر. قال لي بقى دلوقتي احنا هناخد العكس ازاي؟ قال لك هيكون مثلا مديني البريمتر ومديني الويتس وناقص لي اللينس هو المجهول، او هيكون مثلا مديني اللينس والبريمتر والويتس هو المين اللي مجهول والويتس هو مين اللي مجهول. يعني هيكون عندي في حاجه مجهوله، something is missing، في حاجه مفقوده عندي هنا. تمام كده؟ قال لي تمام. فانا هعمل ايه؟ بص يا سيدي مثلا على المثال اللي عندي، هو هنا مديني ايه في المثال ده؟ قال لك والله مديني البريمتر بتاع الريكتانجل ده عباره عن مين؟ قال لي عباره عن 26 سنتيمتر. بقول له والله الويتس بتاعه بكام؟ قال لي 5 متر او 5 سنتيمتر. عايز مين؟ قال لي والله عاوز اللينس، اللينس بتاعي ايكوال كام؟ ال ال ايكوال كام؟ اقول له يا سيدي الموضوع سهل، بص وركز معايا. هو انا دلوقتي عشان اجيب اللينس او عشان اجيب الويتس اعمل ايه؟ هقول له الموضوع سهل خالص. ازاي؟ بص يا سيدي، قال لي والله عشان اجيب اللينس ده هقول له هاف ذا بريمتر ماينس الويتس. يعني شايف البريمتر اللي هو مديهولك ده؟ قال لي اه. قال لي هات الهاف بتاعه، والهاف بتاعه كام؟ قال لي والله ال 26 ده ايه؟ عشان اجيب الهاف بتاعها يعني اقسمها نصين، النص بتاعها يبقى كام؟ قال لي والله يبقى عباره عن 13 ماينس مين؟ قال لي ماينس اللي هو مديهولي، ماينس اللي هو مديهولي مين؟ قال لي ماينس الويتس. بس ساعتها اقول له 13 ماينس 5 ايكوال كام؟ قال لي 13 ماينس 5 ايكوال 8. 8 ايه بقى؟ قال لي 8 سنتيمتر. تمام كده؟ تمام. طب نفترض يا سيدي ان هو كان مديني هنا مين؟ قال لي ال 8 دي اللي هي اللينس، وكان بيقول له والله ان المجهول عندي اللي هو الويتس، عاوز اجيبه. هقول له ايه؟ يبقى ساعتها اقول له والله الويتس ايكوال الهاف ذا بريمتر، الهاف اللي هو مين؟ قال له والله شوف البريمتر كله على بعضه كام؟ قال لي ب 26 سنتيمتر. يبقى ساعتها اقول له والله انا عايز اجيب الهاف بتاعه بقى اللي هو عباره عن 13 ماينس مين؟ قال لي 13 ماينس اللينس اللي هو مديهولي مثلا هنا كان ب 8، يبقى 13 ماينس 8 ايكوال كام؟ اهو الثاني بقول له الويتس ايكوال الهاف ذا بريمتر ماينس اللينس. الناتج هيطلع لي بكام؟ قال لي هيطلع ب 5 ايه؟ قال لي 5 سنتيمتر. طب نشوف الاكزامبل اللي بعده مثلا، هنا بيقول لك ايه برضو؟ اهو مديني هنا البريمتر ومديني هنا اللينس، ومين المجهول؟ قال لي الويتس. يبقى ساعتها اقول له والله الويتس ايكوال الهاف ذا بريمتر، هاف ذا بريمتر اللي هو مين؟ قال لك والله شوف البريمتر كله على بعضه مديله كام؟ قال لي 44. يبقى الهاف بتاعه اللي هو كام؟ قال لي شاطر هيبقى 22 ماينس ماينس مين؟ قال لي ماينس اللينس. يعني شوف يا سيدي هو اللي مديك مين؟ هو اللي مديني هنا اللينس، والويتس هو اللي مجهول، وعايز مديني كمان البريمتر. بس ساعتها اقول له والله الويتس ايكوال الهاف اوف ذا بريمتر ماينس اللينس ماينس مين؟ قال لي ماينس 15. في واحد مش هيعرف يعملها كده، اقول له عادي يا سيدي اكتبها كده وادي 22 ماينس ال 15 وابدا اعمل سبتراكشن عادي. اقول له والله 2 ماينس 5، قال لي ما ينفعش يبقى ستيل فول برو 1 from 2. ال 1 ده ال 2 دي هتبقى كام؟ اللي هتبقى 1، وال 2 دي هتبقى كام؟ قال لي 12. 12 ماينس 5 ايكوال كام؟ قال لي ايكوال 7. ايكوال كام؟ قال لي ايكوال 7.
ليه؟ لان 7 بلس 5 ايكوال كام؟ قال 7 بلس 5 ايكوال 12، يبقى الناتج طلع عندي هنا مين؟ قال لي 12 او قصدي 7. 7 ايه؟ شوف يا سيدي، هم مديني البريمتر بالمتر واللينس بكام؟ قال لي اللينس بالمتر برضه، يبقى اكيد الويتس هيكون بايه؟ قال لي بالمتر. طب هنا قال لك والله مديني البريمتر كله على بعضه كام؟ قال لي 24 سنتيمتر، ومديني اللينس بكام؟ قال لي ب8. وهو عاوز هنا مين المجهول؟ قال لي عاوز الويتس اللي هو الاكس هنا، بس حتى اقول له الاكس ايكوال هاف ذا بريمتر، نص البريمتر بكام؟ قال لي ده البريمتر كله ب24، يبقى الهاف بتاعه اللي هو عباره عن شاطر 12 ماينس مين؟ قال لي ماينس اللينس اللي هو من دول ماينس 8. 12 ماينس 8 ايكوال كام؟ قال لي والله ايكوال 4. 4 ايه؟ قال لك ده بالسنتيمتر، بس حتى اقول له هنا 4 سنتيمتر. طب نروح للمثال اللي بعده. هنا بص بقى يا سيدي، احنا خدنا مين بقى في اللي فات ده كله؟ خدنا البريمتر، تمام كده، وعرفنا لما يكون عندي حاجه مقوله اللينس او الويتس. هنا بقى هناخد الاريا، هناخد مين؟ الاريا. طبعا يا سيدي انت واخد قبل كده ان انا عندي الاريا اللي هي ايه؟ ايكوال اللينس ملتبلاي الويتس. اللينس ملتبلاي مين؟ ملتبلاي الويتس. يعني لما كان بيديني مثلا اللينس ب2 او مثلا ب3 والويتس ب2، يبقى ساعتها كنت بقول له الاريا ايكوال مين؟ 3 ملتبلاي 2 اللي هو كان مين؟ قال والله ايكوال 6. تمام كده؟ تمام. بس في خلي بالك، خلي بالك معايا، انا عندي مثلا لو كانت الاريا بالسنتي مثلا طلعت لي 6، كنت بقول له مثلا لو 6 سنتيمتر، هل كنت بسيبها له سنتيمتر كده؟ قال لي لا، كنت بقول له سكوير. سكوير يعني مربع، يعني بقول له والله 6 او 6 سنتيمتر سكوير. تمام كده؟ تمام. يبقى دايما بقول له ايه؟ دايما في الاريا بلا في عندي السكوير. فانا عندي هنا الريكتانجل ده بيبسط لي الموضوع شويه، بيقول لي والله انا عندي الاريا دي ايكوال مين؟ قال والله ايكوال اللينس ملتبلاي الويتس. اللينس ملتبلاي مين؟ قال لي ملتبلاي الويتس. طب نفترض بقى ان هو مديني الاريا ومديني اللينس والويتس هو اللي مجهول، اعمل ايه؟ قال لك والله يا سيدي بس حتى اقول له الاريا على اللينس يديني مين؟ قال يديني الويتس. ازاي؟ مثلا يا سيدي انا عندي في الاكزامبل ده مديني الاريا بكام؟ قال لي ب 28. عرفت منين انها اريا؟ لو مثلا نفترض ان هو كاتبها لي 28 بس كده، قال لي مكتوب جنبها سكوير سنتيمتر او سنتيمتر سكوير. طالما موجود كلمه سكوير او اس كيو دي، يعني معناها مين؟ ان هو سنتيمتر مربع، يعني معناها ان دي اريا. فمين المجهول عندي هنا؟ قال لي والله الويتس اللي هو زي ده كده. ساعتها اقول له والله الويتس اللي هو اكس ايكوال، قال لك ايه بقى؟ قال لك الاريا ديفايدد باي اللينس. تمام كده؟ تمام. يبقى تاني divided by mean by اللينس، وساعتها اقول له equal الاريا بكام عندي؟ قال له والله عباره عن 28. divided by mean؟ قال له والله divided by اللينس. اللينس بكام؟ قال لي ب 7، يبقى divided by 7. divided by 7 equal كام؟ في واحد مش هيعرف، هقول له والله يا سيدي عادي الموضوع سهل، اقول له اشوف كام اضربه في ال 7 يدينا 28. شاطر، هتبقى ال 4. ليه؟ لان الفور ملتبلاي 7 ايكوال مين؟ قال والله 28. تمام كده؟ 28 يبقى قال لك ده بالسنتيمتر وده بالسنتيمتر سكوير، يعني كله بالسنتيمتر. الله، يبقى ساعتها اقول له الاكس اللي هي موجوده هنا الويتس هتبقى بالايه؟ قال لي برده بالسنتيمتر. طب نروح للاكزامبل اللي بعده. هنا بيقول لك ايه بقى؟ The area of rectangle is 28 سنتيمتر سكوير. فبقول لك والله its width يعني العرض بتاعها ايكوال كام؟ قال لي 4 سنتيمتر. قول لي find lens and its perimeter، يعني عاوز يجيب لي اللينس وعاوز يجيب البريمتر، اعمل ايه؟ اقول له يا سيدي اول حاجه هو مديني من هنا؟ قال لي والله مديني الاريا، من غير ما يقول لي الاريا ده هنا مكتوبه سنتيمتر سكوير، يبقى ساعتها دي اريا. ومين المجهول؟ قال لي الويتس، يبقى ساعتها اقول له والله الويتس اللي هو الدبليو ايكوال ايه؟ قال لي الاريا ديفايدد باي مين؟ قال لي باي اللينس. الاريا بكام؟ قال والله عباره عن 28 divided by اللينس اللي هو كام او باي الويتس اللي هنا كام؟ ده هنا عاوز مين؟ هو هنا بيقول لي فايند ذا لينس، اقول له عادي مفيش مشكله يا سيدي، يبقى ساعتها اقول له هنا اللينس، او اقول له يبقى هنا المجهول مين؟ اللي هو اللينس، يبقى ساعتها اقول له هنا ال ايكوال، ومين هنا المعطى؟ قال له والله الويتس بتاعه ب 4 سنتيمتر، ساعتها اشيل ال دي واكتب مكانها مين؟ قال لي الدبليو، مش فارقه حاجه. ساعتها اقول له بقى الويتس بكام مدهولي؟ قال لي ب 4. يبقى اللينس ايكوال كام؟ قال لي 28 my divided by 4 equal كام؟ قال لي equal 7. ليه؟ لان 7 multiply 4 equal 28. 7 ايه بقى؟ قال لي 7 سنتيمتر. يبقى انا كده دلوقتي عندي مين؟ قال لي يبقى انا كده عندي اللينس.
وعندي مين تاني؟ وعندي الويتس. هو مديني الويتس ب 4 سنتيمتر، وانا طلعت اللينز بكام؟ قال لي ب 7 سنتيمتر. بقول له والله عاوز البريمتر. البريمتر اقول له البريمتر ايكوال مين؟ هقول له البريمتر ايكوال ها اللينز بلس الويتس اول ملتبلاي 2. يعني يا سيدي اجمع اللينز اللي هو ال 7 بلس الويتس اللي هو ال 4، بعد كده اقول له اول ملتبلاي 2. 7 بلس 4 ايكوال كام؟ قال لي والله ايكوال 11 ملتبلاي 2. يبقى ساعتها اقول له 2 ملتبلاي 2 ايكوال كام؟ او 11 ملتبلاي 2 ايكوال كام؟ قال لي والله هتطلع 22. 22 ايه بقى؟ هقول له سنتيمتر. سنتي ايه؟ سنتيمتر. طب هنا بقى عندنا مين؟ عندنا السكوير. بص يا سيدي انا واخد قبل كده ان السكوير اول سايدز ار ايكوال، يعني لو ده مثلا ب 4 يبقى ده كمان ب 4 يبقى ده كمان ب 4 يبقى ده كمان ب 4، صح ولا لا؟ الله. وانا واخد برضو قبل كده ان البريمتر عندي بيكوال كام؟ قال لي البريمتر للسكوير ايكوال السايد الواحد ملتبلاي 4. طب نفترض بقى ان هو دلوقتي مديني البريمتر وعاوز السايد، اعمل ايه؟ قال لك اقسم البريمتر على 4. يبقى تاني مثلا لو هو مديني هنا البريمتر ب 100، ده مين؟ للسكوير. بقول لك والله يا سيدي انا عاوز السايد بتاعه، فايند اتس سايد، عاوز مين السايد بتاعه؟ ساعتها اقول له والله يبقى السايد ايكوال مين؟ ها البريمتر ديفايدد باي مين؟ قال لي ديفايدد باي الفور. ساعتها اقول له البريمتر اللي هو بكام؟ قال لي ب 100 ديفايدد باي الفور. اقول له ديفايدد باي 4 ايكوال 25. 20 مين؟ 25. طب في واحد اقول له انا مش هعرفها يا مستر، اقول له يا سيدي الموضوع سهل، مش انا عندي الجنيه، عارف الجنيه اللي هو ال 1 باوند فيه كام؟ قال لي والله فيه 100 قرش، صح ولا لا؟ ال 100 قرش دولت لما اقسمهم على 4 يبقى كل واحد هياخد كام؟ كل واحد هياخد ربع، الربع اللي هو كام؟ اللي هو عباره عن 25. تمام كده يا سيدي، فهمتها ازاي؟ 25 ايه بقى؟ هقول والله 25 سنتيمتر. تمام كده؟ تمام. طب ناخد مثال تاني. بقول لك والله هنا مين بقى؟ قال لي ده بقى على السكوير. على مين؟ على السكوير. يعني ايه؟ قال لك والله يا سيدي بس هنا على الاريا. هنا مين؟ على الاريا. هو بص يا سيدي انا واخد قبل كده ان انا عندي الاريا للسكوير ايكوال السايد ملتبلاي السايد. السايد ملتبلاي مين؟ السايد. يعني نفترض ان السايد اللي عندي مثلا ب 5 وعاوز الاريا، يبقى ساعتها اقول له والله 5 ملتبلاي 5. طب لو هي ب 6 يبقى ساعتها اقول له 6 ملتبلاي 6. طب لو هي ب 7 يبقى 7 ملتبلاي 7. يبقى انا كده جبت مين؟ الاريا. طب انا دلوقتي بقى والله هو مديني مين؟ قال لي مديني الاريا. عرفت منين؟ قال لك مكتوبه عندي هنا سنتيمتر سكوير، وطالما كلمه سكوير اللي هي اللي 2 ديت اللي فوق السنتيمتر، يبقى على طول اعرف ان دي اريا، يبقى على طول اعرف ان دي مين؟ اريا. فبقول لك هنا سايد اوف لينس او سايد لينس اوف سكوير ايكوال كام؟ فانا عندي هنا السايد، يعني عايز يعرف طول السايد ده بكام؟ هقول له والله يا سيدي عشان اعرفها الموضوع سهل، كام في كام يدينا 25؟ قال له والله ال 5. يبقى ساعتها اقول له السايد ده ايكوال 5. 5 ايه؟ قال لك ده بالسنتيمتر، يبقى ساعتها اقول له سنتيمتر. ليه؟ هقول له والله بيكوز ها ال 5 ملتبلاي ال 5 ايكوال 25. تمام كده؟ تمام. يبقى انا كده جبت له مين؟ هقول له والله ليه السايد هنا ايكوال 5؟ لان ال 5 ملتبلاي 5 ايكوال مين؟ المفروض دي ايكوال، فساعتها اقول له ايكوال مين؟ هقول له والله يبقى ايكوال 25. طب هنا عايز السايد للسكوير، هو هنا عايز مين؟ هنا ده بخصوص الاريا. عرفت منين؟ قال والله ده هنا موجود سنتيمتر سكوير. تمام كده؟ تمام. فانا هقول له والله السايد بتاع مين؟ السايد بتاع اللينس هنا كام؟ او السايد هنا بتاع السكوير كام؟ هقول له والله يا سيدي يعني شوف كام ملتبلاي كام، عدد اضربه في نفسه مرتين والناتج يطلع لي 281. شاطر، هتبقى 9. ليه؟ لان 9 ملتبلاي 9 ايكوال كام؟ قال لي 81. تمام كده؟ تمام. فانا ساعتها اقول له 81 ايه؟ قال لك ده موجود بالمتر سكوير، بس ساعتها اقول له 80 متر. ليه؟ هقول له بيكوز. ليه؟ هقول له والله بيكوز 9 ملتبلاي 9 ايكوال 81. 80 مين؟ 81. وساعتها ممكن اقول له هنا سنتيمتر سكوير، وهنا ممكن اقول له ايه برضو؟ متر سكوير، على حسب هو هنا مديني ايه. تمام كده؟ طب ناخد مثال كان هنا بقى فور اكزامبلز مع بعض هنبدا نحلهم. رقم ايه؟ تمام تمام. بقول لك والله the area of rectangle is 35 سنتيمتر and its length equals 7 سنتيمتر find its width. عايز ال width، ساعتها اقول له والله ال width equal مين؟ طبعا انا واخد قبل كده ان ال area لل rectangle equal ال length multiply ال width. ساعتها اقول له والله يبقى ال width equal،
طالما هنا في ملتبلاي اعملها مين؟ اعملها ديفيجن. هنا بس حتى اقول له والله الاريا ديفايدد باي اللينس. الاريا بكام؟ قال والله ب 35. ديفايدد باي اللينس بكام؟ هو مديني اللينس بتاعها ب 7 سنتيمتر ديفايدد باي 7 ايكوال كام؟ لو انا مش عارف اقول له والله كام ملتبلاي 7 ايكوال 35، شاطر هتبقى 5. 5 ايه بقى؟ قال لك ده بالسنتيمتر سكوير وده بالسنتيمتر، بس عدت اقول له والله بالسنتيمتر. الوحيد اللي بحط فيه سكوير اللي هو مين؟ شاطر الاريا، الاريا الوحيده اللي بحط فيها سكوير اللي هي 2 دي. غير كده الباقي كله بعمله ايه؟ سواء بريمتر او لينس او ويتس او سايد او اي حاجه تانية بعملها بالايه؟ اعملها بالسنتيمتر او المتر من غير السكوير. طب اللي بعدها بقول لك والله ذا سكوير اوف از اوف اريا 25 سنتيمتر. يعني هنا والله مدي لك سكوير او مدي لك مربع، بقول لك والله الاريا بتاعته بكام؟ قال ب 25. فايند اتس سايد لينس اند اتس بريمتر، عاوز السايد وعاوز مين؟ وعاوز البريمتر. عاوز السايد لينس يعني طول مين؟ طول الجنب بتاعه. اجيبه بكام؟ اقول له والله يا سيدي دي رقم بي اهي، السايد ايكوال مين؟ اشوف كام ملتبلاي كام يديني 25، شاطر 5. يبقى ساعتها اقول له والله ان السايد ده ايكوال مين؟ قال ايكوال 5. ليه؟ هقول له والله بيكوز ها 5 ملتبلاي 5 ايكوال كام؟ 5 ملتبلاي 5 ايكوال 25. يبقى انا كده جبت له مين؟ يبقى انا كده جبت له السايد. طب عايز البريمتر، قال له والله انا واخد قبل كده ان البريمتر للسكوير ايكوال ايه؟ قال لك السايد ملتبلاي 4. يبقى ساعتها اقول له والله السايد اللي هو بكام عندي؟ قال لي ب 5. مش انا طلعت السايد هنا ب 5 اهو، تمام؟ مش انا طلعت السايد ب 5؟ قال لي اه، اضربه ب 4 الناتج يطلع لي كام؟ قال لي 20 سنتيمتر. 20 ايه؟ سنتيمتر. فهمتها كده؟ يبقى انا كده جبت له مين؟ البريمتر. طب اللي بعدها بقول لك والله انا عاوز مين؟ ذا بريمتر اوف ريكتانجل. هو هنا مديني البريمتر للريكتانجل اهو، بريمتر للريكتانجل 80 سنتيمتر، تمام كده؟ تمام، او 80 سنتيمتر معلش، 80 مين سنتيمتر. فبقول لك والله الويتس بتاعه كام؟ الويتس بتاعه ب 3. فايند اتس لينس اند اتس اريا، بس حتى اقول له والله دي رقم سي. هو هنا مديني مين؟ قال لي البريمتر. يبقى على طول اشتغل على قانون البريمتر. مين المجهول اللي عاوزه؟ قال له والله عاوز اللينس، يبقى ساعتها اقول له اللينس ايكوال. قلنا لما يديني البريمتر بعمل ايه؟ قال لي والله هات الهاف بتاعه ونقص منه الويتس. يبقى ساعتها الهاف بتاع ال 18 مين؟ قال لي اللي هو ال 9. ماينس مين؟ قال ماينس ال 3 اللي هي الويتس ايكوال كام؟ قال والله ايكوال 6 سنتيمتر. يبقى انا كده جبت مين؟ قال والله يبقى انا كده جبت له اللينس. طب عاوز الاريا، الاريا ايكوال مين؟ شاطر اقول له ال ملتبلاي الدبليو، يعني اللينس ملتبلاي الويتس. اللينس بكام؟ قال لي ب 6. ملتبلاي الويتس اللي هي بكام؟ قال لي ب 3. يبقى الناتج يطلع لي كام؟ قال لي 18. 18 ايه؟ قال لي 18 سنتيمتر. طب اللي بعدها رقم دي، وانا عاوز مين؟ بيقول لي والله اسكوير از ا بريمتر او از اوف بريمتر مين 40 متر. يعني والله مديني هنا السكوير ومديني البريمتر بتاعه بكام؟ شاطر 40 سنتيمتر او 40 متر. بيقول لي والله فايند اتس سايد لينس، يعني عاوز السايد بتاعه. احنا واخدين قبل كده ان البي او البريمتر للسكوير ايكوال مين؟ السايد ملتبلاي الفوق. يعني لما يكون مديني البريمتر جاهز وعايز السايد اعمل ايه؟ قال لي اقسم البريمتر على 4. هنا كانت ملتبلاي اعملها انت ديفيجن. بس هات تقول له والله بقى السايد ايكوال ها البريمتر ديفايد باي مين؟ قال ديفايد باي 4. السايد البريمتر اللي هو بكام؟ قال والله عباره عن 40. ديفايد باي 4 ايكوال كام؟ مش عارفها. اقول له والله يا سيدي كام ملتبلاي 4 يدينا 40؟ هتبقى 10. ليه؟ لان 10 ملتبلاي 4 ايكوال كام؟ قال لي 40. 40 ايه بقى؟ قال لي ده موجود بالميتر. يبقى ساعتها اقول له والله هنا مين؟ قال لي برضه بالميتر. تمام كده؟ تمام. ونكون بكده ان شاء الله خلصنا مين بقى؟ خلصنا الليسون الاولاني، وندخل على الليسون الثاني. الليسون الثاني بتاع مين؟ الاوت شيبس. بص يا سيدي، ايه هي الاوت شيبس دي؟ قال لك طبعا احنا خدنا الريكتانجل وخدنا السكوير وعرفنا ان الريكتانجل فيه لينس وفيه ويتس. اما بالنسبه لمين؟ قال بالنسبه للسكوير عباره عن سايد سايد وهنا سايد، كل السايدز ايه؟ ار ايكوال. فانا هنا كنت بتبقى اشكال منتظمه، اعرف اجيب البريمتر بتاعها واعرف اجيب الاريا، تمام كده؟ تمام. هنا بقى هناخد اشكال مش منتظمه، اشكال مش ايه؟ مش منتظمه. يعني ايه اشكال مش منتظمه؟ يعني اشكال ما اعرفش اجيب لها الاريا والبريمتر مره واحده كده. فانا اعمل ايه؟ قال لك والله يا سيدي عشان احلها لازم اقسمها، عشان احلها لازم اعمل ايه؟ اقسمها. اقسمها ازاي؟ بص يا سيدي، انا عندي مثلا هنا ده ممكن اقسمه كده
اطلع كده انقط كده. يبقى انا كده قسمتها لجزئين، جزء هنا برضو ريكتانجل والجزء التاني ده ايه؟ ريكتانجل تاني، صح ولا لا؟ صح. في واحد تاني هيقول لي انا مش عارف اقسمها كده، هقسمها بشكل تاني ازاي؟ قال له والله ممكن اقسمها بالطول ده وكده. يبقى انا كده جبت مين؟ ريكتانجل هنا تحت اهو، وفي ريكتانجل كبير فوق اهو. فانت الاسهل لك اعمله، احنا الاسهل ايه؟ اي حاجه منهم، كده كده الاتنين سهلين الحمد لله. طب نعملها ازاي؟ بص يا سيدي، هو هنا عاوز ايه بقى في السؤال؟ بيقول لك فايند ذا بريمتر اند اريا اوف ذا فولوينج فيجر، يعني عاوز والله يجيب الاريا والبريمتر للشكل ده. فانا مثلا هسيبها زي ما هي كده، تمام كده؟ تمام. ركز معايا بقى، انا والله يعني كان عندي الطول ده، هو الجزء ده بكام؟ قال لي 4. يبقى الجزء اللي قصاده بكام؟ شاطر، قال لي 4 برضه. قال لي طب انا عندي ده هي كلها ب 10، يبقى الجزء اللي باقي ده هو هيطلع بكام؟ لحد هنا كده اقول له والله يا سيدي وانا مش عندي دي كلها ب 10، ها، وعندي جزء ب 4، يبقى الجزء اللي باقي من ال 10 كام؟ شاطر، هيبقى عباره عن 6. 6 ايه؟ قال لي 6 متر. يبقى اللي تحت اهو اكتب مكانه مين هنا في الجزء اللي تحت ده؟ قال لي 6 متر برضه. تمام. وانا عندي هنا ده 6 متر وده 6 متر وده 6 متر، قال لي مش انا عندي الجزء ده ب 6 متر؟ يبقى اللي فوقه كمان هو كمان بكام؟ قال لي ب 6 متر. تمام كده؟ تمام. يبقى انا اللي تحت عندي مين؟ قال لي اللي تحت ده طالع سكوير. ليه؟ لان اول سايدز ار ايكوال، انما اللي فوق قال لي والله ده طالع ريكتانجل. فانا لما اجيب البريمتر بتاع ده يبقى انا كده بجيب البريمتر للريكتانجل، لما اجيب البريمتر لده يبقى انا كده بجيب البريمتر لمين؟ للسكوير. فانا ساعتها اقول له والله بي 1 يعني البريمتر الاولاني ايكوال مين؟ قال لي اللينس، ها، اللينس بلس الويتس اول مالتبلاي 2، يعني مين بقى اللي انا هجيب البريمتر بتاع اللي بتاع الريكتانجل؟ يبقى عباره، شوف اللينس بتاعه بكام اهو، اللينس بتاعه عباره عن 18 بلس مين؟ قال بلس الويتس اللي هو عباره عن 4 اول مالتبلاي 2. يبقى ساعتها اقول له والله ده كله ايكوال 18 بلس 4 ايكوال كام؟ قال لي 22. 22 مالتبلاي مين؟ قال مالتبلاي 2. الناتج يطلع لي بكام؟ قال والله 44. 44 ايه بقى؟ قال لي 44 متر. طب اللي بعدها انا عاوز اجيب البي 2 اللي هو البريمتر بتاع مين؟ السكوير. انا عشان اجيب البريمتر السكوير كنت بقول له ايه؟ شاطر، بقول له السايد مالتبلاي 4، السايد مالتبلاي مين؟ قال مالتبلاي 4. السايد عندي بكام؟ قال والله عباره عن 6. مالتبلاي 4 ايكوال كام؟ ها، 6 في 4 ايكوال، شاطر، 24. يبقى دي هنا 24. 24 ايه بقى؟ قال لي 24 متر. طب هو عاوز البريمتر كله، بس حتى اقول له والله البي ايكوال، اجمع البريمتر ده مع البريمتر ده، يبقى انا كده جبت مين؟ يبقى انا كده جبت البريمتر للفيجر كله، يبقى انا كده جبت البريمتر للشكل كله. بس حتى اقول له والله البريمتر ايكوال، ها، ال 24 بلس مين؟ قال بلس ال 44. في واحد مش عارف يجمعها كده، اقول له عادي يا سيدي ادي حطها ال 44 اهي بلس مين؟ قال بلس 24. واقول له 4 بلس 4 ايكوال كام؟ قال لي ايكوال 8. و 4 بلس 2 ايكوال كام؟ قال لي ايكوال 6. يبقى الاجابه هتطلع عندي مين؟ 68 متر. يبقى انا كده جبت له مين؟ يبقى انا كده جبت له البريمتر، وجبت له مين تاني؟ وجبت له والله كده جبت له البريمتر بتاع الشكلين، بتاع الشكل الاولاني وبتاع الشكل التاني. تمام كده؟ تمام. طب بعد كده اعمل ايه؟ قال لك والله يا سيدي خلاص انا جبت، بعد ما جبت البريمتر قال لي هات لي بقى الاريا. مش انا بقول له والله عاوز فايند اتس اريا، اهو فايند ذا بريمتر اند اريا. فانا هعمل ايه؟ قال لي والله هجيب الاريا بتاعت الشكل الاولاني والاريا بتاعت الشكل الثاني. وبعد كده بعد ما اجيب الاريا بتاعت الشكل ده والاريا بتاعت الشكل ده، خلاص يبقى انا كده جبت مين؟ اجمعهم على بعض، يبقى انا جبت الاريا بتاعت الفيجر كله. ساعتها اقول له والله A1 ايكوال مين؟ ها، ال A1 ده عباره عن مين؟ قلنا عباره عن سكوير. عايز اجيب الاريا يبقى عباره عن السايد ملتبلاي السايد، يعني 6 ملتبلاي مين؟ قال لي 6 ايكوال كام؟ شاطر، قال لي ايكوال 36. 36 ايه؟ قال لي 36 سنتيمتر اسك او متر سكوير. 36 ايه؟ متر سكوير. طب عايز اجيب الاريا الثانيه، الاريا الثانيه ايكوال مين؟ قال لك ده عباره عن ريكتانجل، الاريا ايكوال اللينس ملتبلاي الويتس، يعني عباره عن ايه؟ اضرب والله ال 18 ملتبلاي ال 4. في واحد مش عارف يعمل لها ملتبلاي كده، اقول له عادي يا سيدي ادي ال 18 ملتبلاي ال 4. يلا اقول له والله 8 ملتبلاي 4 ايكوال كام؟ قال لي 32. يبقى اكتب ال 2 وبعد كده اتفضل عندي ال 3 حطها في كام؟ 1 ملتبلاي 4 ايكوال كام؟ قال له والله 4. 4 بلس ال 3 اللي موجوده عندي ديت يبقى ايكوال كام؟ يبقى ايكوال 7. يبقى الناتج اللي عنده طلع كام؟ قال له والله 72 متر سكوير.
دلوقتي انا جبت مين؟ قال لي الاريا بتاعت ده والاريا بتاعت ده، قال لي خلاص اجمعهم على بعض عشان تجيب الاريا كلها. يبقى ساعتها اقول له والله الايه ايكوال، هيبقى بقى ايه؟ قال لي 36 بلس 72، واقول له ايكوال، ها 2 بلس 6 قال لي ايكوال 8، بعد كده 7 بلس 3 ايكوال كام؟ قال لي ايكوال 10، ايكوال كام؟ قال لي ايكوال 10. يبقى الناتج طلع عندي 108 متر سكوير. متر مين؟ متر سكوير. طب نروح للاكزامبل اللي بعده، بيقول لك والله برضو نفس النظام، فايند ذا بريمتر اند اريا اوف ذا فيجر. ها فانا هعمل ايه؟ قلنا هنقسمه. هقسمه ازاي؟ قال لي في واحد ممكن يقسمه كده، تمام. فانا والله عندي الجزء دوت بكام؟ ها خليك لماح كده، انا عندي دلوقتي بقى عندي ده ريكتانجل اهو، تمام كده. تمام والله انا عندي اللينس بتاعه بكام؟ قال لي ب7، والويتس بتاعه بكام؟ قال لي ب6. طب هنا قال لك والله انا عندي الجزء ده اهو ب3، يبقى الجزء اللي تحت ده كمان بكام؟ قال لي ب3. يبقى الجزء اللي بقى دوت هيطلع بكام؟ قال لي هيطلع ب7 فعلا، عشان ده كمان ب7، تمام كده. تمام فانا دلوقتي بقى عندي تو فيجرز، عايز مين؟ قال والله عاوز دلوقتي اجيب البريمتر والاريا. فانا اقول له والله b1، b1 ايكوال مين؟ قال والله اللينس ملتبلاي الويتس. ليه؟ قال لي لان انا عندي ده سكوير، او عندي ده ريكتانجل سوري، وعندي ده ريكتانجل هو كمان. فانا ساعتها اقول له ايه بقى البريمتر؟ لا خلي بالك انا كده قلت له القانون بتاع المين بتاع الاريا، ركز معايا خليك صاحي. البريمتر القانون بتاعه عباره عن مين؟ ما تنامش، اللينس بلس الويتس اول ملتبلاي 2. اللينس عندي بكام هنا؟ قال لي والله عباره عن 7 بلس الويتس اللي هو بكام؟ قال لي ب6 اول ملتبلاي 2. ال 7 بلس ال 6 ايكوال كام؟ قال لي والله ده عباره عن 13 ملتبلاي مين؟ قال لي ملتبلاي 2. الناتج يطلع عندي كام؟ هقول له والله 2 ملتبلاي 3 قال لي ايكوال 6، 2 ملتبلاي 1 ها قال ايكوال 2. يبقى الناتج طلع عندي كام؟ 26. 26 ايه بقى؟ متر او سنتيمتر على حسب هو مديهالي، هنا بالسنتيمتر بس هقول له سنتيمتر. طب اللي بعدها عاوز البي 2، يعني عاوز البريمتر الثاني، اقول له ايه بقى؟ يبقى اللينس بلس الويتس. فانا والله يا سيدي انا عندي في الريكتانجل او الثاني ده هو تكون ايه؟ قال له والله انا عندي اللينس بتاعه بكام؟ شاطر ده عباره عن 3 اهو، والويتس بتاعه قال لي ب1، بس هقول له والله ده عباره عن 3 بلس ال1 اول ملتبلاي 2. 3 بلس 1 ايكوال كام؟ قال له والله عباره عن 4، يبقى 4 ملتبلاي 2 ايكوال كام؟ 4 ملتبلاي 2 قال لي ايكوال 8. 8 ايه بقى؟ ها شاطر هيبقى 8 سنتيمتر. عاوز البريمتر كلها، يبقى ساعتها اقول له البي ايكوال، اجمع البريمتر ده مع البريمتر ده، يعني 26 بلس مين؟ قال لي بلس ال 8. ها مش عارف اجمعها كده، هقول له والله يا سيدي عادي ادي 26 اهي بلس ال 8. 6 بلس 8 ايكوال كام؟ شاطر قال لي ايكوال 14. ايكوال كام؟ قال لي ايكوال 14. يبقى اكتب 4 وبعد كده ال 1 فوق، 1 مع 2 ادينا كام؟ 1 مع 2 ادينا 3، يبقى الاجابه هنا 3. هتطلع لي بكام؟ قال لي ب 30 ها 4 سنتيمتر. 34 مين؟ سنتيمتر. طب اللي بعدها عاوز مين؟ عاوز الاريا، وانا مش جبت اللينس والويتس بتاعت كل ريكتانجل. الله يبقى الاريا سهله بقى خلاص، ساعتها اقول له والله الاريا ايكوال اللينس ملتبلاي الويتس. اللينس هنا بكام؟ قال لي ب7 ملتبلاي الويتس اللي هي بكام؟ قال لي ب6 اللي هو بتاع الريكتانجل ده. يبقى ساعتها دي a1 ايكوال كام؟ قال لي 7 ملتبلاي 6 ايكوال 42. 42 ايه بقى؟ قال لي سنتيمتر سكوير. طب اللي بعدها عاوز اجيب ال a2 ايكوال مين؟ برضو نفس النظام، اللينس ملتبلاي الويتس، يعني 3 ملتبلاي ال1 ايكوال كام؟ قال لي ايكوال 3. 3 ايه؟ قال لي سنتيمتر سكوير. يبقى الاريا كلها ايكوال كام بقى؟ هيبقى عباره عن اجمع الاريا دي مع الاريا دي، يبقى 42 بلس 3 ايكوال كام؟ قال والله عباره عن 45. 45 ايه؟ قال لي سنتيمتر سكوير. طب نروح للاكزامبل اللي بعده، هنا برضو بيقول لك ايه؟ فايند ذا بريمتر اند ذا اريا اوف ذا فولوينج فيجر، عاوز يعرف الاريا والبريمتر للشكل ده. نقولها بقى بسرعه واظن انها اتحفظ. قال لي والله ممكن اعمل ايه؟ قال لي ممكن اقسمها. فانا اقسمها احسن لي كده، ليه؟ لان لو قسمتها كده يبقى عندي شكل هنا فوق وشكل تحت، شكلين اتنين بس، تمام. انما لو كنت قسمتها بالطول كده وبالطول كده، قال هيبقى عندي ثلاث اشكال او اربع اشكال كمان، او ممكن هنا لا هيبقى عندي ثلاث اشكال. فانا لا ليه اخبي نفسي؟ لا والله يا سيدي انا اعملها بالشكل ده وكده اهو، يبقى انا كده عندي شكل فوق اهو وشكل تحت، تمام كده. تمام فانا بعد كده اعمل ايه؟ بقول لك والله انا عاوز اللينس والاريا، او عايز البريمتر والاريا. فاقول له والله بي 1
ايكوال ايه؟ انا هنا الشكل الاولاني طلع عندي مين؟ قال لي والله ده عباره عن هنا 4 وعند سايد كمان 4، يبقى سايد وسايد كل واحد 4، يبقى معنى كده ان بقيه السايدز كلها هتبقى ار ايكوال، يبقى الشكل ده سكوير. طالما الشكل ده سكوير يبقى البيرمتر بتاعه ايكوال ايه؟ قال لي السايد مالتبلاي 4، السايد مالتبلاي مين 4، السايد بكام؟ قال لي 4، السايد طوله ب 4 اهو، مالتبلاي مين؟ قال لي مالتبلاي 4، ايكوال كام؟ قال لي ايكوال 16 ها سنتيمتر. طب اللي بعدها عاوز مين؟ عاوز اللينس وال او عاوز البريمتر، ساعتها اقول له بقى يبقى ايكوال مين؟ اللينس بلس الويتس اول مالتبلاي 2. تمام كده؟ تمام. انا عندي والله اللينس بكام؟ خليك لماح اهو، الشكل ده وكله ده الريكتانجل، اللينس بتاعه قال لي ب 12 بلس الويتس بتاعه قال لي ب 2 اول مالتبلاي 2، 12 بلس 2 ايكوال كام؟ قال له والله عباره عن 14 مالتبلاي 2 ايكوال كام؟ ها شاطر، يبقى ساعتها اقول له 2 مالتبلاي 4 ايكوال 8، 2 مالتبلاي 1 قال ايكوال 2، يبقى الناتج طلع عندي 28 سنتيمتر. عاوز اجيب البريمتر كلها، يبقى ساعتها اقول له والله البي 1 بلس البي 2 يعني عباره عن ال 28 بلس مين؟ قال لي بلس 16. ها مش عارف اجمعها كده، هقول له والله ادي 28 بلس 16 4 او 8 مالتبلاي 6 ايكوال كام؟ قال لي 14، 4 وبعد كده معايا 1، 1 على 2 ايكوال كام؟ قال لي 3، 3 1 قال لي ايكوال 4، يبقى الاجابه طلعت عندي ايه؟ 44 سنتيمتر. طب بعد كده عاوز الاريا 1، الشكل الاولاني عباره عن قلنا عباره عن سكوير، عشان اجيب الاريا بتاعته الاريا ايكوال السايد مالتبلاي السايد، يعني السايد اضربه في نفسه. فانا عندي السايد بكام؟ قال له والله عباره عن 4، يبقى ساعتها دي عباره عن 4 مالتبلاي مين؟ قال لك اضربه في نفسه اللي هو برضه 4، يبقى ساعتها 4 مالتبلاي 4 ايكوال 16. 16 ايه بقى؟ قال لي سنتيمتر سكوير. ليه قلت سكوير؟ عشان دي اريا. طب بعد كده a2 ايكوال مين؟ قال لك اللينس مالتبلاي الويتس. ليه؟ عشان ده ريكتانج. ساعتها اقول له والله يعني عباره عن 12 مالتبلاي 2، 2 مالتبلاي 2 ها هيبقى ايكوال 4، و2 مالتبلاي 1 ايكوال 1. لو انت مش عارفها او ايكوال 2، لو انت مش عارفها حطها فوق بعضها كده واضربهم ان شاء الله هتطلع معاك نفس الناتج. 24 ايه بقى؟ قال لي سنتيمتر سكوير. طب اللي بعدها عاوز الاريا كلها، يبقى ساعتها اقول له الاريا كلها بتساوي مين؟ قال لي الاريا بتاعت الشكل اللي تحت وبتاعت الشكل اللي فوق اللي هما الشكلين دولت، يبقى دي عباره عن مين بقى؟ ادي 24 ها بلس 16. في واحد مش عارف يجمعها، اقول له يا سيدي عادي اهوت سهله، حطهم فوق بعض، حطهم فين؟ فوق بعض، يبقى ادي والله عندي هنا 24 بلس 16، 4 بلس 6 قال لي ايكوال 10، 0 وبعد كده معايا 1، 1 على 2 قال لي ايكوال 3، 3 بلس 1 قال لي ايكوال 4، يبقى الناتج طلع عندي مين؟ قال لي 40، 40 ايه بقى؟ شاطر 40 سنتيمتر سكوير. ليه سكوير؟ قلنا عشان دي اريا والاريا الوحيده اللي بيكون معاها سكوير. كده ان شاء الله نكون خلصنا التو ليسنز بتاعنا وخلصنا كده ان شاء الله يونت 4 كامله، وده الهوم ورك. الهوم ورك طبعا عندك موجود في ملخص المعاصر او ملخص بوني او ملخص بكار او اي حاجه كده موجوده عندك ان شاء الله. واشوفكم على خير ان شاء الله في السيشن اللي جايه في بدايه يونت 5. مع السلامه.